دوننا عن كل اللي واقفين تطلع فصيلة دم انا الوحيدة هي اللي تنفع تديلك يا ابن المحظوظة. مصيبة لا تكون الأنبوبة دي رايح جاي والبس نقطة زفرة من دمك المليان بلاوي. أنا بكده اطمنت على روحي عشان خدت من دمك سر الخلطة يا فندينا. خلطة؟ خلطتك إنك لزقت فيا ولبست الطلقة بدالي يا خفيف. أفندينا خرج يا رجالة! منك مرضتش تسجد معانا لربنا يا واطي. يعني كانت سجدت منتخب مصر يا خي. يعني افلت منكم في السجن وبره كمان العيار ما يسيبش والطلعه تحود؟ الله، ده انا بعلي فيكم سنين عشان اليوم ده، مش عشان تقفوا قصادي وشكوا في الارض وقفى كل واحد فيكم يعمر فرن عيش بحاله. ما يا معلم هو اللي اخرس يا ياد اخرس. انت فاكرك راجل بيد ثابته وعين صابره؟ طلعت مره بيد طريه وعين زيغه. اتفوخس عليك راجل. هو العيل من دول لما رصاصته تخيب ما يستاهلش يعيش ثانيه واحده يا حاج. انت يا ابني على طول متسرع كده، ما ينفعش تضرب على رجالتك، ما ينفعش. تعال تعال قدامي، امشي امشي. ودم الشهيد ما يطلع عليه شمس تانية يا حاج. اه خليك انت بعيد يا ابني، سيبهولنا احنا يا كبير وهتشوف. لا بتتلهوا اتلهوا يا اخويا، ده كان في ايديكوا. ساكن على شجره في عز الدهر، ما عرفتوش تصطادوه. دلوقتي عجبوه بعد ما رجع عيش واتكن بجحره. ده سمك ولطف في الميه وابشيته ما بقتش سهل. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ هي عشان خيبت مره نقوم نسيبه؟ يا ابني يا ابني يا بالمعروف، قلت لك 100 مره خليك انت بعيد عن كل ده. ما ينفعش يا حاج ابقى بعيد، ده لما اخويا وفي رقبه العمر كله. وانا المعلم وكلمتي على رقبه الكل. وانا بقى ماليش عيش في الدنيا دي طول ما هو بقطع فيها كده. وحياه امه ليكون مصفي دمه نقطه نقطه ودم خلبه سله عشان يعرف مين براء النوح، يعرف مين انا عباد الروح. استنى، خد 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 براء. ولا براء انت، انا وانت هتقف تتفرج عليا. ورايا يا اخويا لا يمكنني وباص الدنيا ورايا بسرعه. عفو. اجري عفوا دي خلف عار. عبد الله سلامة خميس. الله يسلمك الله يسلمك. فاكرني؟ حد ينسى وش اول واحد لبسه شبكه في ايده يا سعاده البيه؟ بس يعني الشعر ابيض والترقيه غيرت وشك شويه. الحمد لله المره دي جت سليمه. انت جاي تطمن عليا ولا ايه يا باشا؟ وليه ما تقولش ان انا جاي احميك؟ الرصاصة انضربت خلاص. وأكيد أنت عارف مين اللي ضربها. وافرض. بص يا خميس، أنت لسه خارج طازة، وقبل ما تشم أول نفس ليك كانت مستنياك أول رصاصة. وبيني وبينك
بيني وبينك بقى ما احناش عارفين ايه اللي مستنيك تاني. بص يا خميس، انا مش عاوزك تساعدني، عاوزك تساعد نفسك. لابس توب جديد مش مقاسك يا باشا، مع انك قديم وحافظ قانون اللعبه صم. افهم من كده انك مش هتقول حاجه. انا دخلت السجن ظلم بس عشان واحد خان عهدي، واللي تاج الظلم ما طفحوش لغيره يا سعاده البيه. موتة بكرامة أشرف بكثير من عيشة رخيصة. نقول سلام ولا لسه في كلام؟ عيني عليك يا بدران يا أخويا، محتاج الراحة والهدوء. بص يا خميس، الوقت بقى غير الوقت، والدنيا بقت غير الدنيا اللي انت سبتها، وبتوع الموت بكرامة اللي زيك خلصوا، وحبايبنا اللي عايشين برخيص مفيش أكتر منهم. يتوب علينا ربنا. عايز حاجة يا بدران يا أخويا؟ قول لي يا خميس، وناوي على إيه بقى إن شاء الله؟ وانا وراه غيره على المزاج طبعا. اقسم بالله العلي العظيم يا خميس، لو وقعت في ايدي تاني ما هتفلت من حبل المشنقة حتى ولو بالطبل البلدي. ايه يا بيه، ايه يا بيه، دماغك راحت لفين؟ انا اقصد المعسل. هو المعسل دلوك ما بيوصل لحد المشنقة؟ ده المزاج الخير. بقول لك يا خميس، تعرف كويس اقول ان انا ممكن البسك قضيه وارجعك السجن تاني، وبحاجه تافهه قوي، شويه السلاح اللي بره دول اللي من غير ترخيص. ايدك بقت تقيله قوي يا بيه بعد التربيه. مش بقول لك لابس توب مش مقاسك، دي حاجه تفوت خميس افندينا برضه. السلاح كله مرخص يا بيه للدفاع. مواويد بايد يا سعاده البيه في الايام الصعبه دي. اقعد نضيفوك. انا راجع والحسن راجع للبيت من تاني. بالحضن يا غالي، بل ريقي ورد فيا الروح. طبطبي ياما، طبطبي يا حبيبي يا ابني. نفضي تراب الظلم من على كتفي. ما حسيتش اني كنت مسجون الا دلوقتي، ولا سمعت صوت الرصاصه الا هنا. الحمد لله ان ربنا نجاك. انا قلبي اتخلع لما سمعت الخبر، بس برضه ربك حنين ورحمته سابقه قضاه. ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عايزه ده، الله خدونا في الفرح اللي العيد يا اخوانا. يا حبيبي يا ابني. كرامه؟ انت لسه خرصه؟ امال في الساعه ده ابو جمعه؟ انت لسانك سابقك على طول كده؟ تتحكي لغات، تعالى يا كرامه. بلاش محن يا بنت، انا ما احبش النسوان لما تقوى. سيبيها يا اما تعضل. عباية عباية مراته يا حاجه، سيبيها تفك عن نفسها شويه. بلا محن حريم، مش قادره تستنى لما يتقفل عليهم باب، ولا خلاص الزبده ساحت على الساق. والسما اتحرقت يما، واللحمه استوت، وطالبه اكال. اتحشم يا واد. يا ألف حمد لله على السلام. شو مراتي هي اللي كانت بتخفف عني مرار غيابك السنين اللي فاتت دي. نورت بيتك يا سي خميس. نور بيك يا مرات الخال. قال لك اسمها شوق. شوق. قربي يا شوق، حبي على ايد كبير البيت. حبه
حب على ايد فندينا شو لا اله الا الله لا مؤاخذة وماله ما يضرش خميس تعال اقعد على الكرسي يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف للأسف يا فندم مفيش فايدة الدنيا بقت مشبكة بتعطيها قوي وكأنها لازقة في غيرها ما تعرفش يا فندم بتطلع منهم بجملة واحدة مفيدة كلامهم كله كأنه شريطه بيتكرر على لسان الكل التجار اللي من عينة خميس والنوح وغيرهم حاطين نفسهم في دايرة مقفولة محدش يعرف مفاتيحها غيرهم كأنه دستور يا فندم وكلهم متفقين على بنوده وأيا كان الخلاف بين أي فرد أو أي حد في المجموعة دي محدش بيعرف يخرج عن القانون ده دستور ساري بين الكل مهما اختلفت أشكالهم ولا ميولهم كلهم واحد وده يا فندم اللي بيخلي وقعهم مش سهل خالص لكن مش مستحيل وعلشان كده احنا هنا والكراسي اللي احنا قاعدين عليها دي شرف لازم نستحقه ونكون قد مسؤوليته ومهما كان خميس او غيره من التجار فاكرين نفسهم اذكياء او حتى اقوياء مهمتنا ان احنا نرميهم تحت رجل القانون وساعتها بقى ميزان العداله يتحقق ان شاء الله يا رب يا فندم معقول نسيكي يا فاطمة نسي ضفايرك اللي كان بيعكسك بيها ولا شنطة مدرستك اللي كان غاوي يجيبها لك ولما اسأله ليه يقولي عشان تفتكريني وانتي حضنها انا كبرت يا خميس وتربيت على حواديت بسمعها عنك يا خوفي لا تكون نسيتني ويا كل اللي اتنسى يا رب ما كتبتش شرابية ما قالت ان ليلتنا بيضة ومن مميزات الليالي البيضاء انها مش محتاجة كلام ليها لغة خاصة بيها لغة عالمية قربي خديها ما انا محتاج وقت عشان افتكر لغه الاشاره طب خلاص 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 ما تزعليش خلاص قولي لي عايزه تقولي ايه بس واحده واحده ها ادى ده السجن ولا في السجن كنت عايش ازاي في السجن مسجون مسجون بين اربع حيطان يا ولده وسط وشوش كئيبه انما ايامه عدت بقول لك ايه بقى واحنا بقى الكلام في اللت والعجم دي ليله سلام دي مش ليله خميس وهتتضرب لا دي ليله بعد 7 سنين عجاف ولا انت ناويه بقى تقطيها قطع ارسال صوت وصوره ها وحشتك يتوب علينا ربنا خدايا وتؤمني بالله قولي لا اله الا الله دي لا اله الا الله حلوه ضحكتك يا كرامة شبه كل الحاجات الحلوة اللي الواحد اتهرب منها بيقولوا في السجن أيامه بتعلم الصبر وأنا اتعلمت السكات بقيت ساكت زيك كده إنما خلاص أيام ولت تلعب رست 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 في العالمين يا
بس ما تخميش. واحد، اثنين، ثلاثة. كنت فاكرة انك هترفع راسي وتنصفني قصاده، بس هو انت كده دايما تيجي قصادهم وتجيب ورا. اختك عايزة تكسرني وتذل نفسي. مرة حبي على راس الغندورة، والتانية حبي على ايد افندينا. والله اعلم بقى المرة الجاية هحب على رجل مين. مالك يا راجل بتبصلي كده ليه؟ زي ما اكون مجنونة ولا بقطع في شعري؟ لما تلم العيال احسن وتزقلوني بالطوب. اهدي اهدي يا شوق، عاملاها مش مستاهلة. كرامتي مش مستاهلة عندك يا راجل؟ انت مش حمل ضاوية ولا حمل سماها ولا حد في الكون ده كله حمل جزة من نبأ. انت اللي مخك مقاس رجليكي ضيق وعايز له قالب، معرفتش تكسبيها، خليتيها تحطك في دماغها، ويا ويل اللي ضاوية تحطه في دماغها. وانا بقى روحي في مناخيري، والاسطوانه المشلوخه دي مش عايزه اسمعها تاني، لاني مش طايقه نفسي وممكن اهج في اي لحظه. ايه اهدي اهدي يا عبيطه، اما مخ حجر على جسم ملبن. بص بقى انا فاهمك، ضاويه دي تتمنى تقلعي لها عين، ولا انك انت تمس خميس بكلمه واحده. لو انت بقى عايزه تعيشي في سلام لازم تكسبيها، وعشان تكسبيها لازم توطي وتحب على ايد افندينا. ليه؟ ده انا على ذمة راجل. بقول لك ايه؟ ما تدخليش عيشه في ام الخير، تيجي غير دي. خميس ده املنا كلنا. املنا عشان نرجع تاني ملوك الصنف، ونقدر نقيم راسنا في السوق، ونرجع بيتنا اللي اتاخد غصب، وخلانا نضطر نلعب في القطاعي اللي راحت عليه، وخلانا نستحمل رزالة زبونه. عرفت بقى قيمة افندينا؟ عرفت. هاتها جمال يا رب. ما تخافش يا معلم، أنا مش عفريت، أنا مطرة. مطرة؟ وإيه اللي معاك في الضلمة كده يا مطرة؟ مستنياك يا معلم. وجوزك لسه بره؟ لا، طارو هو اللي لسه بره ومرجعش لغاية دلوقتي يا معلم. أنا بكلمك على جوزك براء. وأنا بكلمك عن جوزي غريب. بقولك يا مطرة، اليوم كان طويل وكله بلاوي، ودماغي فيه اللي مكفيه، يعني مش ناقص زن. هو مش النهارده برضو كان يوم خروج اللي قتل غريب؟ صح كده ولا أنا غلطانة؟ أنا عملت اللي عليا، هو اللي لسه ليه عمر. عملت إيه يا معلم؟ بعتله عيل خيبان يطخه عيار في الزحمة؟ ويا ريته نفع.
وجاية آخر الليل تنام ولا كأن ابنك راح منك. كنت عاوز أعمل إيه يا أختي؟ أبعت له ابني التاني وأقلبها مجزرة عشان أخسره هو كمان؟ ما أنت بعت أخوه قبليه. أنت بتقولي إيه يا مطرة؟ اسمع يا معلم، أنا دخلت بيتكم بالمعروف وهخرج منه برضه بالتراضي والمعروف، وكده أحسن للكل. الظاهر إن طيبتي وحنية قلبي خلوا عقلك يفوت عشان لسانك يهرفض بكلام زي ده. يا معلم، أنا وبراء عمرنا ما كنا متجوزين. لا هو قادر ينسى إن أنا مرات أخوه، ولا أنا قادر أحب فيه اللي حبيته في أخوه. إزاي بس هنعيش مع بعض؟ زي كل الناس يا أختي ما عايشة. لا أنت ولا هو أول ناس يعملوا كده. وده آخر كلام عني. يعني مش عاوز أسمع كلمة زيادة. فاهمة يا مطرة؟ فاهمة؟ اسمع على خير يا مرات ابني. لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين فاغفر لي. لا إله إلا الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ادخل يا أبو سنة. أنت لسه صاحي يا حاجة؟ اقفل الباب وراك وتعال. غريبة، أول مرة يعني تعدي معاد نومك. مستنية أصلي العشاء، ما جاليش نوم. مش بيقولوا العيار اللي ما يصيبش يدوش؟ يجيلي نوم إزاي بقى وصوت العيار اللي استقبل ابني قبل مني لسه بيرن في وداني؟ ومين قالك إن احنا هنعديها يا حاج؟ أيوة، والرد لازم يكون فوري، وأي قسط هيشجع الكلاب دول يعوا وينهشوا في لحم سيادهم. خميس لسه خارج من السجن يا حاجة، مش عايز أورطه في مشاكل وحواديت. سيبوا خميس على جنب، خليه يشم نفسه شوية. ماشي حاضر، أمرك يا حاجة. بقول إيه يا أبو سنة؟ نعم. إحنا عايزين نخفف شوية البيع بالقطاعي، له وقته وله من قيمة خميس. ماشي يا حاجة، والله أنا كنت بقول كده برضو. إحنا نعمل حسابنا إن إحنا نجمع له القرشين اللي خلوه يقف على حيله في السوق، وإذا عجزت معانا ناسنا وأهالينا اللي في الصعيد مش هيسيبونا. عين العقل. ومن بكرة إن شاء الله نخف بيع القطاعي. ماشي حاجة، أمرك. هسيبك بقى عشان نصلي العشاء. ادعي لنا حاجة. ربنا ينجح مقاصدكم يا رب. هاتها جمايل وعدل المايل يا كريم. بالإذن حاجة. مع السلامة يا أخوي. ربنا ينصرك يا خميس يا ابني، وما يفرحش فيك عدوي. يا مطني، الزوز فين؟ مريم نكلمه على المحمول بتاعه ما بيردش. اشوفوا لي فاني ده. وقول للرجاله تجهز عشان في قاعده بكره. يلا اغفى يا كرامه. مالك خميس؟ ايه ماله؟ لا مش فاهم انت بتقول ايه. بتقول لجنابك يا دوب عينها غفلت قامت ما لقيتوش جنبها. ما قالش هو راح فين؟ لا اله الا الله، هيكون راح فين الساعه دي؟ بطران بطران بطران. مين؟ الرصاصة جت في كتفك ولا في دماغك؟ دور النور يمكن يعرفنا. دور النور يمكن يعرفنا. حاضر. يا عيني يا بدران، لا اله الا الله. افردينا. ايوه يا اخي. انا في حلم ولا في غيبوبة؟ غيبوبة ايه؟ ما انت زي القرد اهو، يعني انت هتتصلبط؟ انا مش مصدق نفسي. الصبح تديني دمك وبالليل تديني حبك، قصدي يعني تيجي تزورني. هو ماله؟ مجروح يا ولدها. يا ده انا مش جاي ازورك. امال ايه؟ حسيت ان في رصاصه تانيه، قلت تاخدها من قصيرها وتخليها هنا في المستشفى.
اثبت 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 بتاع العمال يطلع وينزل ده اثبت ياه. انا جاي سهرك سهره ترجعك 10 سنين ورا. 10 ايه؟ قول 20 بصلعتك دي. صح؟ حاسب حاسب عشان الجرح بالراحه. انا اللي حاسب؟ ما سهرت ايه؟ ما انت شايف معلق لي جلوكوز وكل شويه يمر علي الدكتور واي مجهود في خطر على الدكتور على الجرح بالاماره حتى ادوني البتاعة دي. ومين قال لك انك هتعمل مجهود؟ امال حصل ازاي؟ هذا انا هعيشك ليله من ليالي افندينا. مش فاهم. وانا ما احسش اني خرجت الا لما اروح اشوفها بعينيا. هي مين؟ رمانه يا بدران. رمانه. لبسوه وهاتوه بدواب جرحه جلوكوزه. يلا يتوب علينا ربنا. بسم الله الله اكبر. اخرس هتودينا في داهيه. اللقاء التالي نعيش ونستحمل على انغام الفرقه الاساسيه مع نجم الاغنيه الشعبيه اللي ضرب حجرين على الشيشه مع كوبايه ميه النجم الفنان هوبه. ومعكم وليس معنا نجمه المحل الاولى رمانه الميزان اللي ما بتكدبش ابدا الراقصه اللهلوبه اللي ما يهمهاش السياحه المضروبه الفنانه رمانه. اتدحرج واجري يا رمى يا عسل بشمع وفي بطرامة موصوبة للق وللقى يا شوكولاتة يا محشية من كم كهرباء أنا من جسل بلبن مفيش ولا ايد طايلة بدأت او ايه بنت حل وتبردك يا طلع وسخن ابرم برم Stand up.
وازاي تسيبه يروح لوحده؟ اهو اللي حصل يا كبير. ولا انا مش هقول لك كتفك بكتفه تقوم تسيبه يروح في ليله زي دي وهو ناوي على ليله زي اللي قالها؟ حاولت يا كبير، هب في وشه وهزقني قصاد الرجاله، وانت عارف معاليك طبعه الحامي. ما يهزقك ولا يمرمط بكرامه اهلك الارض حتى. هيجرى لك ايه يا اخويا؟ هتقلص رجل ولا هيتشل لك دراع؟ تب وتغطس وتشوف راح فين؟ ما انت يا كبير عارف المعلم براءه، ده زي الزيبق. تليفونه مقفول كمان. ولا تب وتغطس وتجيبولي ان شاء الله من تحت سبع ارض. فاهم؟ انا هستناكوا في الاستراحه، ما تتاخرش عليا. غور من وشي، غور. حصل يا كبير. كمان ناقص ذروه عيالي. افندينا وصل، خميس باشا افندينا، افندينا تحية لمصر وابطال مصر ورجالة مصر، رجالة مصر، رجالة مصر، خميس باشا افندينا، قول عظيمة مصر افندينا. ده ده الكابتن ابراهيم سعيد بتاع الاهلي. هو افندينا ما شاء الله. بيلعب فين دلوقتي؟ زي ما انت شايف احترف. والست حبالي مع الجيشة. توب علينا ربنا. مع توتو والسبع ويجا. يا ابني يا ابني يا ابني مش هعمل كده تاني. عملت له دخله ملوكي واترستق على الترابيزه اللي على البست زي ما انت شايف يا برنس. لحقت السنين تمر بسرعه تلاقي خرج حسن سير وسلوك. لك الدنيا كلها بتجري غيرش انت بس اللي قاعد. خلاص يا شلب انت هتعمل لي فيها توك شو؟ كفايه الخبر الاسود اللي انت جايبهولي ومعدتي اللي مش مستحمله اي توك شو. سلامتك يا برنس، قول لي محسوبك. ما انا خلصت نمرتها؟ ولبست وماشي. الحق خرجها من الباب الورا. ولما تسأل كلها في زباين سخيفة نفسها تفرط حب الرمان. ايه الدماغ دي؟ صحيح مفيش غير ملط واحد. أوامرك يا برنس. ميسا فندينا خرج، يعني شهر العسل جو وابتدينا التوك شو.